ورجعنا لحضراتكم تاني ولسه بنتكلم عن الخدمة في أوروبا ونناقش موضوع مهم للخدمة في كل مكان في الكنيسة لكن كمان في أوروبا أكيد بياخد شكل مختلف وهو الافتقاد، الافتقاد الكنيسة لولادها في كل مكان إزاي بيتم وإيه شكل الافتقاد مختلف في مصر عن أوروبا ده اللي نحاول نعرفه. اسمحوا لي أول أرحب بضيفي بيشرفني وينورني ويباركني يكون معايا قدس أبونا القمص أرساني برسوم الكاهن بإبراشية الدول الإسكندنافية وبالتحديد في السويد. أهلا بيك أبونا. أهلا بيك أسحاق. منورنا يا قدس أبونا. ربنا يخليك. قدس أبونا، الافتقاد يفرق إيه الافتقاد هنا في مصر عن الافتقاد عندكم في أوروبا؟ لا يفرق كتير. يفرق إيه بقى؟ الافتقاد في مصر يعني ممكن أبونا يطلع العمارة ياخد العمارة كلها من فوق لتحت لأنه عارف العمارة كلها أسر مسيحية. احنا عندنا بالنسبة للافتقاد المسافات ممكن تبقى متباعدة، يعني ممكن تسافر بالعربية مسافة طويلة قوي عشان تروح تفتقد أسرة أو أسرتين، وبعدين ما تقدرش تخبط على الناس كده فجأة وتدخلهم، لازم بتبقى واخد معاهم ميعاد مسبق جايز يبقوا مرتبطين بأعمالهم أو بشغلهم. الزيارة في مصر لو أخذت ربع ساعة أو نص ساعة أو لو قدر أبونا يجمع مجموعة من الأسر في شقة واحدة في العمارة بارك بره بقى لازم تروح عند أسرة واحدة أو أسرتين إذا كانوا متجاورين وتركز معهم قوي، يعني يمكن متوسط زمن الزيارة بره من ساعة لساعتين على الأقل. بتبقى فرصة أحلى بقى إن هي يعني الكثافة بتاعت الناس بره مش زي مصر، فانت بتقدر بقى تقعد تتعرف عليهم عن قرب، تعرف احتياجاتهم، تعرف مشاكلهم، تعرف الثقافة اللي هم جايين منهم اللي جايين منها، تقدر تعرف اي مشكلات بيعانوا منها، وبالذات لما بيحصل عندهم جو من الانطلاق من جو مغلق اذا كانوا في قرية للحرية بتاعت اوروبا، وبتبتدي بقى تاخد بايديهم واحدة واحدة تعالج عندهم النقطة دي. ضروري ان يبقى ابونا عضو في الأسرة، يعني مش مجرد بيجي للأسرة او بيزق بيطمن عليهم بالتليفون او بيجي لهم زيارة كل شهر ولا اتنين، لكن ضروري ان ابونا هناك يبقى عضو في الأسرة. انت بتكسر كل الحواجز يعني وكل التقاليد، يعني ممكن يبقى في اطفال في البيت، ممكن يبقى سيدنا اللي بيزورهم او ابونا يقعد يلعب مع الاطفال عشان حتى كمان يقربهم للكنيسة ويبين لهم او يعمل معاهم نوع من الثقة ويألفوا وش أبونا وشكل أبونا ده ويحبوا قوي الكنيسة من خلال محبتهم لأبونا. لكن تفرق قوي مع المخدوم لو جه الكنيسة ولقاك عارفه باسمه، تفرق طبعا. قوي لو أنت بتوزع لقمة البركة وبتنادي الطفل باسمه والكبير باسمه، ودي اللي بيحفظها لنا الأشكال ودفتر التليفون لما تقعد، ودي بيساعدنا في الافتقاد. يعني ممكن الواحد لو قاعد فاضي وقاعد يلعب كده بس في التليفون وبعد كده مر على قدامه صورة أسرة يقول الله الأسرة دي ما جاتش من زمان، طب أروح أكلمهم في الإيه؟ في التليفون. دي ممكن تفرق قوي معاهم طبعًا. إن أبونا فاكرنا وبيسأل علينا طبعًا. وبعدين بعد أغش بقى مثلا أسماء وإزاي فلان وإزاي فلان وإزاي فلان، فيقول لك لسه أبونا إيه فكرنا. حافظنا كلنا بالاسم وأنا مسجلهم عندي عشان فكرة الاهتمام إن قدسك بتهتم تسأل حتى على الطفل باسمه فيشعر إن أنا مهم عند أبونا، مهم عند الكنيسة. أبونا قدسك في مجتمع يعني ناس مش فاضية وناس عندها مشاغل وناس عندها تطلعات ويعني مغروسة كده في المجتمع بشكل أو بآخر، زي قدسك بتروح وتقوله أو يعني بتفكره إن هو دايما يبقى حريص على روحانيات وحريص على يعني حضور القداس، حريص على الخدمة، زي بتقدر تعمل ده؟ ده اللي بنحاول نعمله. يعني احنا انا مش بحدد يوم للافتقاد، جايز اليوم اللي انا احدده تبقى كل الناس مشغوله فيه. انا بنرسم جدول الافتقاد بناء على وقت فراغ الناس. يعني فرضنا واحد شغال طول الاسبوع ما عندوش غير يوم معين في وسط الاسبوع، فهروح له في يوم اجازته هو. وبعدين لو اسره جايه جديده من مصر ومش مدركه خطوره التيار بره بنوضح لها. يعني الكبير مش بخاف عليه، لكن الصغير لو بعد عن الكنيسة فترة وتشبع بثقافة المجتمع والمدرسة مش هلحقه، لأن الطيار في أوروبا بيبقى جارف جدا. يعني الولاد هنا في مصر لو غابوا عن الكنيسة هيرجعوا لها، لكن بره جايز يخرجوا وما يرجعوش، فبنبقى مرعوبين قوي من النقطة دي. ولذلك أكتر ناس هم محور اهتمامنا أو أكتر جيل هي الأجيال الصغيرة في الافتقاد، أروح له في وقت فراغ بابا ومامته
وانا الح عليهم واطلب منهم يعني حتى لو اسر قافله او مش لاقيه وقت، ونوضح لهم ان ابونا اللي جاي ده يعني انا مش جاي عشان اتعزم، انا جاي ازوركم يعني، جاي اتعرف عليكم، جاي اقعد معاكم، جاي اشوف الولاد الصغيرين، اقربهم للكنيسه. لكن الاسره اللي بتبقى يعني انا بالنسبه لي انا ببقى حازم جدا جدا وشديد قوي مع الاب والام اللي يهملوا في تربيه ولادهم في الكنيسه. بتنصحهم بايه في موضوع التربيه بونا؟ يعني حاجات مختلفه عن الحاجات اللي احنا هنا في مصر اللي بنربيها لاولادنا ونعلمها لعيالنا. للاسف دي نقطه خطيره جدا، ان بعض الاباء والامهات عايزين يربوا ولادهم في اوروبا بالطريقه اللي هم تربوا بيها في مصر. طب وليه لا؟ يعني مره واحد قال لي تعالى الحقني، كانت مراته لسه عامل لها لم شمل هي وولاده، وجم من مصر، وفي اول اسبوع خرجت هي والولد، فهم في سوبر ماركت كده، حب الولد يشتري حاجه معينه، راحت ضرباه بالقلم. فقال لي الحقني دي لو حد شافها في المكان ده على طول هيبلغ السوسيال او البوليس او الجهات، ياخدوا منهم الولاد على طول. اه طبعا. فاحنا بنحاول نعمل توعيه بالذات للاباء والامهات اللي هم لسه جايين جداد من مصر بفرق التربيه. لا، انت بتربي ابنك في مناخ في حريه، ده اول حاجه بيعلموها للولاد في المدارس. لو حد امتهن جسدك باي صوره من الصور حتى ولو كان بابا وماما، اطلب البوليس على طول او اطلب السوسيال يعني. فعشان كده الولاد ساعات لو بابا ضايقه يعني بتاع بيقول له، يعني هناك اديته قلمين عشان يطلع كويس؟ لا هناك ممكن الولد يقول لبابا ايه حبس. لو ضايقتني هطلب لك البوليس. انا بشكر قدسك جدا يا بونا، وربنا يبارك خدمتك. ربنا يخليك اسحاق، ومتشكرين، وربنا يعني يخلينا سيدنا البابا اللي بيجمعنا. احنا مبسوطين قوي على فكره، احب اشكر سيدنا البابا انه عمل لنا المؤتمر ده في مصر. انا اول مره اجي مركز لوجوس، لكن هي بتبقى فرصه لتبادل الخبرات وتجديد محبتنا لبعض كل الاباء مع الاساقفه، وناخد بركه الاديوره اللي حوالينا والاماكن المقدسه. بشكر قدسك جدا. شكرا ليك ابونا القمص ارساني برسوم الكاهن بابرشيه الدول الاسكندنافيه وتحديدا في السويد. الف شكر لقدسك. شكرا ليك اسحاق، ربنا يخليك. ولسه معاكم ولسه معانا لقاءات اخرى على الهواء مباشره في حلقه خاصه جدا من صباح النور، لكن بعد الفاصل.